الآن تتواصل مع هذه الأشواط المنطلقة والتحديات التي تأتي شوطا تلو الآخر، حيث تعلن انطلاقة جديدة من انطلاقات الخير والبركة وانطلاقة أيضا الشوط السادس عشر من مجموعة أشواط الفترة الصباحية التي انطلقت بعد أشواط المساء بسبب ظروف الأجواء المناخية التي عمت أرضية هذا الميدان والأمطار التي فرح بها الجميع استبشارا بالخير الذي عم عاصمة ميادين السباقات. انطلق هذا الشوط الخاص بالأبكار المحليات الأصائل المنطلقة أمام حضراتكم في هذا الشوط وفي هذا الإبداع القوي. نتابع مشاهدينا الأعزاء هذه الانطلاقة ونسير أيضا مع بداية هذا الشوط. وفي المركز الأول هنا من تتواجد على المقدمة خلال هذا الانطلاق والإبداع الكبير بوجود الشاهينية من هجن الرياسة بقيادة راشد بن محمد بن سم المنصوري من قدم أيضا هذا الاسم. المركز الثاني تأتي المسك لسمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان بقيادة مضمر الضبية أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي من يقدم أيضا هذا الاسم على المركز الثاني. بينما المركز الثالث وصلت أيضا كذلك مشاهدين الأعزاء زعفرانة من هجن الرياسة بقيادة محمد بن عتيق بن زيتون يقودها في عملية التضمير. ننتقل إلى المركز الرابع، هذه هي تدخلت مشاهدين الأعزاء في هذه اللحظات، وصلت ريان من هجن الرياسة السهيل بن أحمد بن دري الفلاحي كذلك متولي عملية التضمير. بينما المركز الخامس هذه هي تصل مشاهدين الأعزاء هملولة لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان المحترف يمعة بن عتيق الرميدي هجن العاصمة، تدخلت أيضا مشاهدين الأعزاء في هذه اللحظات وخلال أيضا هذا الانطلاق بوجود وانطلاقة أيضا زاهية من هجن العاصفة قيادة الهلالي يقودها في التضمير تنطلق بالمركز السادس. المركز السابع تصل كذلك هملولة من هجن الرياسة مع علي بن يمين الوهيبي قيرت مباشرة إلى السادس لتكون سابعا في هذا الانطلاق وفي هذا الإبداع. تقدم أيضا على المركز السابع خلال هذه اللحظات زقل أو الزاقل لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان بقيادة أيضا سعيد بن مبارك الوهيبي يتولى عملية تضمير زقل. بينما المركز الثامن الله صواب لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم خليفة بن سلطان بن رشيد يتولى عملية التضمير. المركز الثامن هذه هي الدرعية، وصلت الدرعية لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم فيصل بن طالب بن شريف مضمر القرن يصل في هذه اللحظات. كذلك هجن الرياسة تتواصل بانطلاقة هذه النوعيات المنطلقة أمام حضراتكم كوجود أيضا هناك غزيرة لهجن الرياسة مع بن زيتون محمد بن عتيق بن زيتون يتقدم في المركز العاشر. هذه هي الأسماء العشر الأولى، ترقبوا أسماء خلف العشر المراكز الأولى، ياما من أسماء قادمة خلف العشر المراكز الأولى تنطلق في هذا الشوط تبدع بإبداع قوي لأيضا نيل كلمة الناموس في هذه الأجواء الممتعة، أجواء رائعة في ميدان الوثبة عاصمة الميادين، حيث تقدم أيضا مشاهدينا الأعزاء البرنامج المبهر والمرضي لمحبي هذه الرياضة في يوم الإذاعة رغم الظروف المناخية التي واجهت أرضية هذا الميدان، ولكن تقديم الشكر والتقدير لجميع اللجان العاملة في أرضية هذا الميدان على حسن التنظيم الرائع الذي عم جميع أشواط الإذاعة الخاصة بهجن أصحاب السمو الشيوخ في هذا الصباح. على العموم على العموم على العموم هنا نعود إلى مقدمة هذا الشوط، نذكر أيضا بانطلاقة مشاهدينا الأعزاء هذا الشوط الخاص أيضا بالأبكار المحليات، هذا الشوط خاص بالأبكار المحليات. الله يا سلام يا سلام، هناك زاهية من هجن العاصفة قياد الهلالي قياد الهلالي. المركز الثاني المسك تحركت لسمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي، وصلت أيضا أريام 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 هجن الرياسة بقيادة سيل بن أحمد بن دري الفلاحي
جدير المضمرين، جدير المضمرين، متواصل بانطلاقة اليوم في هذا الإبداع، سجل حضور في هذا المساء في أحد الأشواط الماضية، ولكن يقدم اليوم، ولكن الله الله هنا اتصل أيضا صواب صواب لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم خليفة بن سلطان بن رشيد هملولة هملولة، وصلت هملولة لهجن الرئاسة مع علي بن ميل الوهيبي، كذلك أيضا تتقدم مشاهدين الأعزاء زقل زقل على المركز السابع في هذه اللحظات، وصلت إلى استاد الزقل لسمو الشيخ سيف خليفة بن سيف بن محمد آل الهيان سعيد بن مبارك الوهيبي. هجن أيضا مشاهدين الأعزاء بدأت تقدم كذلك بهذه اللحظات مياسة لسمو الشيخ دياب بن محمد بن زايد آل الهيان محفوظ بن خميس اللي نبي يتولى عملية التضمير في هذا الانطلاق وفي هذا الإبداع. هنا الزعيم ايضا يتقدم زعيم المضمرين هجن العاصمه، هجن العاصمه قادمه لا محال عن التنافس مهما كانت الظروف، ولكن العوده الى مقدمه الشوط. الله الله زاهيه زاهيه، وهي زاهيه بالمركز الاول لهجن العاصمه قياد الهلالي الكيلومتر الاخير، يا قياد الكيلومتر الاخير، طارت زاهيه طارت على المركز الاول، طارت على الصداره، بدات بالانطلاق اليوم حضور قوي لهجن العاصمة في هذا المساء بانطلاقة هذه النوعيات التي تنطلق مشاهدين الأعزاء بأرضية هذا الميدان لتكون على قوة واستطاعة لنيل كلمة الناموس، سوف تكون أيضا قوية للغاية أيضا في هذا الشوط وفي هذا الانطلاق. وهجن الرئاسة، هجن الرئاسة تحركت، هجن أيضا الهجن الترادية تأتي في المركز الثالث، الموقف خطير، الموقف خطير، زاهية 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 على المركز الأول، هملولة 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 هملولة، وصلت هملولة، وصلت الرئاسة العاصمة، العاصمة الخمسمائة متر الأخيرة، خلاص ما تبقى إلا القليل، ما تبقى إلا القليل، العاصمة الرئاسة قياد الهلالي الضافر، الضافر قادم مع هملولة وزاهية على المركز الأول، زاهية على الصدارة، العاصمة وهجنها قياد الهلالي يطير بناموس هذا الشوط، الرئاسة الرئاسة هملولة زاهية، هملولة زاهية قياد الهلالي أبو ليمايل، أبو ليمايل مع أيضا هملولة تنطلق في الأمتار الأخيرة، زاهية زاهية هملولة، زاهية هملولة، الرئاسة العاصمة قياد الهلالي الضافر قياد الهلالي يطير بناموس هذا الشوط، مع زاهية مع زاهية تنطلق في الأمتار الأخيرة، تنطلق بناموس هذا الشوط، تهانينا لهجن العاصمة ولمالكها سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم. شكرا قياد الهلالي. المركز الثاني هملولة من هجن الرئاسة مع علي بن مي الوهيبي، ثالثا كان وصول المكس لسمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل الهيان، ورابعا اليوم لهجن الرئاسة، خامسا لهجن العاصمة. ما شاء الله تحدي وإثارة، انطلاق أيضا حتى الأمتار الأخيرة حصبها أتت في المركز الخامس لهجن العاصمة مع قياد الهلالي. ما شاء الله تنافس قوي، تحدي مثير وشريف للقاية حتى الأمتار الأخيرة، زاهية زهت بناموس هذا الشوط بعد المنافسة القوية التي أتتها من هملولة لهجن الرئاسة، ولكن استطاع قياد الهلالي أن يحضر أيضا حضور موفق مع زاهية باختطاف نقطة هذا الشوط، مهدي هذا الفوز والانتصار اولا لمحبي هجن العاصمه ومالكها سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم. 9 دقائق ثانيتين اربعه اجزاء من الثانيه هو توقيت الزمني خلال السته كيلومترات. هملوله اتت في المركز الثاني، فاجاتنا بدخولها القوي وبمنافسه قويه كانت ايضا مع انطلاقه هملوله لهجن الرئاسه. 9 دقائق ثانيتين تسعه اجزاء من الثانيه. شكرا يا ابو اليمايل علي بن يمي الوهيبي من قام ايضا بتقديم هذا الاسم منافسة قوية حتى الرمق الأخير. المركز الثالث كان الوصول أيضا من المسك لسمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان. 9 دقائق 8 ثواني تسعة أجزاء من الثانية. شكرا مضمر الضبية أحمد بن خلفان بالسائق المزروعي، شكرا يا أبو خليفة من تابع أيضا هذه النوعيات بأعلى وأرقى مستوى لنيل المراكز المتقدمة.